عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. المهم انا كنت هاد الموضوع ديال اليوم كيفاش حققت 4000 ساعة. غادي نوريكم واحد الطريقة اللي هي سهلة بزاف وان شاء الله غادي نتحققوا بها 4000 ساعة في اقرب وقت، حيت بزاف ديال البنات كيسولوني كيقولوا لي عفاك انا ما ورينا كيفاش كملتي السوايع، كيفاش كملتي السوايع. واضطريت انني كل وحده غادي نبقى نصور ليها بوحدها، اللهم نصور فيديو ونحطه في القناه ديالي، واللي سولتني نقول لها دخلي شوفي الفيديو، غتدخل ان شاء الله تشوفوا. داكشي علاش قررت انني نصور لكم هذا الفيديو هذا ان شاء الله. المهم اليوم غادي نوريكم كيفاش حققت 4000 ساعه اللي بواحد الطريقه اللي سهله بزاف، وما غاديش نعطيكم شي طرق اللي هي صعابين ولا غنكذب عليكم نقول لكم انني حققتها في 15 يوم ولا 20 يوم ولا. فالطريقه هذه تقريبا شهر ونص الا درتي راسك فيها شهر ونص وخدمتي مزيان وكانت عندك الإرادة أنك تحققي السويع، راه في شهر ونص غادي نتكملوا السويعات إن شاء الله بإذن الله. وضروري كتبغي التعاون شوية، مثلا هكا جوج ديال الصديقات أو لا إلا كنتي غير بوحدك يعني ما يخدم معك حتى شي واحد، ما تحتاجيش اللايف، ما تحتاجيش أنك تبقى تطلبي بنادم لا عافاك خدم لي لا دير لي لا دخل عافاك شوف لي الفيديو ديالي. فهاد الطريقة اللي غادي نوريكم إن شاء الله غادي نتكملوا بها 4000 ساعة، وديك الساعات عاد كتمروا الطريقة ديال كيفاش ترفعوا لي فيديو ديالكم. المهم كيفاش غادي نخدموا 4000 ساعة؟ طريقة سهلة بلا كذوب، ما فيهاش تمارة، ما فيهاش العذاب. كتنوضي في الصباح كتدخلي تلونسي الخدمة ديالك القناة ديالك، حتى العشية عاد كطفي البيسي، ضروري خصك تطفيه باش يرتاح واحد نص ساعة ولا ساعتين، كتعاودي عاوتاني تخدمي في الليل، تلونسي فيه القناة ديالك النيت أولا القنوات ديال البنات اللي كتكوني دايرة معاهم الشونج. الحمد لله الطريقه سليمه وبزاف ديال القنوات اللي خدموا بها وخدمت بها حتى انا وكيتفعلوا بها القنوات، يعني ما كاينش مشكل، ما كاينش حق اليوتيوب غادي يعيق بيا نفس الوي فاي ولا شي حاجه نفس الايباد. هاد الهضره يا البنات اللي بقى كيقول لكم هاد الهضره هادي راه ما منهاش، راه غير الانسان كيبقى يتخلع غير بوحدو صافي. اما الطريقه الا خدمتي بها زوينه وسهله وبالزربه كتدخل السوايع. ما غاديش نطول عليكم البنات، هاد الطريقه كتسمى بريفي، وضروري ما يكون عندك حاسوب ضروري، وبريفي كاين حتى في التليفون ماشي غير في الحاسوب. دابا نوريكم ان شاء الله طريقه كيفاش تفتحوا في التليفون بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الحاسوب. المهم هاد الطريقه كيف كنقولوا بريفي يعني ما كتشافش المشاهده، ما كتعرفش منين هي جايه، كيف كنقولوا متصفح خفي. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا ضروري يكون عندكم هاد فايرفوكس هادي وهاد اوبيرا وهاد جوجل كروم، هادو ثلاثه يا البنات هما اللي خدمت بهم وهما اللي حققت بهم انايا 4000 ساعه. ضروري خص يكونوا عندكم في البيسي ديالكم هكا. وبالنسبه لي انايا كنت كنتسخسخ بزاف، كنت كندير اللايفات، كنت حيت ما كنتش عارفه هاد البريفي هذا، ولكن النهار اللي عرفت البريفي عمرني بقيت درت شي لايف، ما بقيتش كاع خدمت باللايفات، حيت اللايف كتفتحي اللايف ما كيجوش عندك الناس، ما كيدخلوش لعندك، وداكشي كتبقي فيه تما كيما بوحدك ساعه وانت كتهضري لاش كتهضري، ما عاد الا عندك شي موضوع يعني انسان عنده شي موضوع اللي غيتحدث عليه واللي غيفيد به الناس، واخا حتى يدير اللايف راه حتى اللايف تا هو زوين وكيجمع السويعات وكان عنده موضوع يعني مهم غادي يجوا عندك الناس وغادي تجمع السبيعات. اما الا ما عندكش موضوع مهم باش غادي تفتح عليه اللايف، فاحسن طريقه هي هاد الثلاثه هادو غادي تخدموا بهم بريفي، او لا الا ما بغيتوش ديروا هاد الثلاثه هادو يمكنكم تحطوا حسابات هكذا في ليكرون، هكذا كتحطوا الحسابات كما كتشوفوا معايا الاول الثاني الثالث الرابع، حسابات كتحطهم في ليكرو وكتبقاو تفتحوا منهم بريفي. هاد الحسابات هادو باش لوفونطاج ديالهم زوين على هاد لي زابليكاسيون، الحسابات كيخليو البيسي خفيف كيدور بواحد السرعه. لي زابليكاسيون يعني راه ابليكاسيون هذيك راك منزلها في التليفون ديالك اولا في البيسي ديالك، دونك راه غادي تثقل لك شويه. المهم انا ما كنتش كنخدم بالحسابات حيت حتى هما عاد عرفتهم مؤخرا، كنت كنخدم انا غير بهاد ثلاثه ديال لي زابليكاسيون. غادي نوريكم الطريقه على بركه الله باش ما نطولش عليكم. كتنجيو هنايا فايرفوكس مثلا، غادي نوركو على هادي، انا كاينه وحده هنا في اليسار وكاينه وحده في اليمين، غادي نوركو على هادي ديال اليمين هكا. فاش غادي نوركو يا البنات لاباج اللي طلعت لينا، هاد لاباج هادي كنمشيو ليها عندنا هنايا لتحت كتشوفوا هذا، هادي اللي بحال النضيضرات عندنا نوفل فونيتر بريفي، وعندنا
اوفغيغ اون نوفل فونيتغ. هاد اوفغيغ اون نوفل فونيتغ ما كنخدموش بها، كنخدمو بهاد نوفل فونيتغ بريفي، هي اللي غادي نمشيو ليها. غنكليكيو عليها هكذا، كيف ما قلنا هادي هي غنكليكيو على هاد نوفل فونيتغ بريفي، هي اللي غنكليكيو عليها، غنضغطو عليها. صافي هي عطاتنا هنايا، عطاتنا نافيغاتور بريفي. تا كيبان لكم هنا هاد هذا هنا عنده نديدرات، شو هادي راها نافيغاتور بريفي، شفتوا؟ صافي دونك دابا الصفحة ديالنا واجدة. غادي نجيو هنايا هاد الاطار هذا، وغادي نضغطو، غادي نكتبو هنايا يوتيوب. غنديرو روشارش على يوتيوب. دابا عطاتنا هنا يوتيوب، ملي عطاتنا هنا يوتيوب غادي نجيو هنايا غنديرو روشارش دابا على القناة اللي بغينا نخدمو عليها. ندير انا مثلا ام القناة اللي بغينا نخدم عليها، شفتو؟ صافي كنديرو روشيرش. دابا طلعت لي القناة هنايا، غادي نكليكي على البروفيل ديالها، من بعد غنكليكي على لي فيديو، من بعد غندير تو غوغاردي. صافي دابا هنايا غادي تبقى لنا القناة خدامة حتى تسالي، شفتو؟ غادي يدوز لهاد الفيديو، غيدوز لهاد الفيديو التالي، وغيدوز لهاد الفيديو التالي، هذا غادي تبقى دابا القناة خدامة حتى تسالي. دونك فيها 10 ساعات غتماركا 10 ساعات، فيها 8 ساعات غتماركا 8 ساعات، خصوصا الا خليتو القناة الوقت اللي بغيتو نتوما. الا خليتو حتى تسالي القناة راه السبيعات اللي فيها هما اللي غيدخلوا لكم. غادي نجيو لهنايا لهاد الموا، وغادي ننزلو هاد لاباج. هاي دابا نزلناها، دابا عندنا وحده هنايا، كنجيو نفس فايرفوكس حتى هي، وكنديرو الدوزيام باج، كنرجعو ليها هنايا، وكنرجعو نكليكيو على هادي اليمنيه، كنديرو نفس العمليه، وكنجيو هنا عاوتاني كنديرو تاني نوفل فونيتغ بريفي. فاش كنكليكيو عليها كتعطينا نفس العمليه، كنجيو هنا تاني كنديرو يوتيوب. كنرشرشي على يوتيوب، نفس العمليه كنديرو في فايرفوكس، كنديروها في اوبيرا، كنديرو فيها في جوجل كروم، يعني نقدروا نفتحوا فيهم دو فونيتغ، جوج ديال الصفحات. كنجيو عاوتاني هنا، غير هنا ما يمكنش لينا نعاودو نفتحو نفس القناه، كيخصنا نفتحو قناه بحده اخرى نكونوا دايرين معاها مثلا تبادل شونج، مثلا شي صاحبتك دايره معاها تبادل شونج، ولا كتفتحي قناتك هنايا في الفونيتغ الاولى وكتاخدي قناتها كتفتحيها في فونيتغ الثانية. مايمكنش لك تفتحي القناة في دو فونيتغ ما عدا إلا كانت القناة ديالك فيها أكثر من 10 ديال الساعات وبغيتي تخدميها مدوبلة. كديري 10 ديال الساعات الأولين في الفونيتغ الأولى، والعشرة ديال الساعات التالي التحتانيين ديال الآخرين اللي في القناة كديريهم في الفونيتغ الثانية، هكا كتستغلي أنك تجمعي سوايع أكثر. كنتمنى الشرح ديالي يكون واضح. دونك هنا غادي ندير، غادي ندير هنا قناة ثانية، غندير مثلا درت في القناة الثانية هنايا، تا هي غندير ليها روشيرش، نفس العملية غادي ندير فيها، نضغط على البروفيل ديالها، غادي نمشي تاني لفيديو، غادي ندير تو غوغاردي تاني. صافي حتى هي هاد القناة هادي حتى هي دابا خدامة، هي حتى هي دابا خدامة، حتى هي نقدرو نديرو ليها المواه وغادي ننزلو بها. دابا ولاو عندي هنايا جوج ديال القنوات،
عندي في فيرفوكس عندي فيها جوج ديال القنوات مفتوحين شفتوهم. اذا كانت هذه القناه فيها 10 ساعات وهذه القناه فيها 10 ساعات هي 20 ساعه. دونك الا خليت البيسي ديالي خدام لمده الحاسوب ديالي خدام لمده 10 ديال الساعات دونك غادي تدخل 20 ساعه اللي غادي تدخل. يعني هاد الخدمه هذه يمكن لك تدخلي بها حتى ل 100 ساعه في النهار. غادي نمشيو عاوتاني الاوبرا كذلك والمثال حتى هي غنفتح حتى هي عندها نفس الشيء. كنضغطوا على اليمنى كاية تاهي كتعطينا هنايا نوفل فونيتر بريفي تاهي كنمشيو ليها حتى هي كنفتحوا فيها قناة. شفتوا معايا هي حتى هي نافيغاتور بريفي حتى هي كنجيو هنايا كنديروا البحث على اليوتيوب. من بعد كنديروا البحث على اليوتيوب كندخلوا القناه اللي بغينا وكنكملوا نفس العمليه ديال الاولى وكنرجعوا حتى هي نهبطوا هنايا بالموا باش هاي دابا بقات لينا صفحه هنايا كنديروا فيها حتى هي دوزيام فونيتر. كنجيو عاوتاني هنا جوجل كروم كنحاول نشرح لكم مزيان البنات باش الشرح يكون لكم مبسط وكونوا اكيدين ان هذه هي الطريقه الوحيده اللي كتدخل سويع. من غير هذه الطريقه ما كاينش شي طريقه البنات اللي كتدخل سويع. هذه الطريقه الوحيده اللي كتدخل سويع مضمونين ويمكن لك تخدمي بها راسك. يعني ما تخدمي حتى مع شي واحد تخدمي راسك في الدار ديالك بوحدك وان شاء الله غتكملي 4000 ساعه. حتى هي كنديرو هكا حتى هي فيها فونيتر نوفل فونيتر بريفي نافيغاتور بريفي في جوجل كروم شفتوا كنضغطوا عليها حتى هي هنا في كابتور بريفي ديالها. حتى هي كنبحثوا هنايا على اليوتيوب. ملي كنبحثوا على اليوتيوب كنديروا ثاني القناه اللي بغينا كيف قلت لكم صافي. بعد ما كنعمروا كنفتحوا دو فونيتر هنايا ودو فونيتر هنا ودو فونيتر هنايا. دونك هذا هو الفونيتر الاول اللي هنايا فتحنا انتما كتشوفوا معايا. الفيديو الاول تخدم الثاني ها هو دابا خدام الثالث غادي ننزلوها. غنمشيو للفونيتر الثانية اللي فتحنا حتى هي معاها ها هي هذا لايف ها شحال تخدمات فيه دابا 16 دقيقة يلا وصل 16 دقيقة شفتوه كيتخدم. لافونتاج اللي كاين في هاد نافيغاتور بريفي البنات هو ملي كتساليو الخدمة ديالكم ملي كتسالي الخدمة داكشي اللي بغيتي كطفي البيسي بالمرة وتقدر تحيد ليه الباتري ديالو صافي. هذه هي الطريقه باش كتمسح ليه لي ستوريك ديالو ما كتبقاش فيه سجل مشاهده يعني مسوحه. يمكن لك تعاود تخدم به نفس المره الثانيه يمكن لك تخدم به المره الثانيه والثالثه والرابعه حتى تكمل ان شاء الله السبيعات ديالك 4000 ساعه. هذا هو لافونتاج اللي كاين في البريفي يعني ما عندوش سجل مشاهده ما عندوش ما كتمسحش ليه سجل مشاهده ما والو هو كتمسح ليه راسه. المهم كان هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم. واي فيديو ان شاء الله بغيتو نصورو لكم ولا معلومه احتاجيتوها مني خليوها لي في الكومنتير وان شاء الله غادي نجاوبكم عليها بكل صراحه وبكل شفافيه وبكل وضوح. المعلومه اللي احتاجيتوها ان شاء الله غير خليو لي كيف قلت لكم الكومنتير وغادي نجاوبكم عليها ان شاء الله باذن الله. حبيت نصوركم شي فيديو على شي حاجه مرحبا اي حاجه ما عرفتوهاش يعني بالنسبه للقنوات الصغرى اللي عاد باديه بحال النيت ما عرفتوش كيفاش تفتحوا اللايف من عبر التليفون عبر الهاتف نوريكم. ما عرفتوش كيفاش تفتحوا اللايف من البيسي نوريكم. ما عرفتوش كيفاش يعني قبل تفعيل القناه قبل من تكملوا 1000 ابوني راه تقدروا تفتحوا اللايف من الهاتف ديالكم او من الحاسوب ديالكم. المهم اي حاجه سولتوني عليها فغادي تلقاوني راه الاشاره ديالكم خليو لي غير الكومنتير ان شاء الله غادي نجاوبكم. كنتمنى لكم مسيره موفقه ان شاء الله باذن الله والى فيديو قادم ان شاء الله.